تاني. هتجيب نونو صغير. تبقى لحبه؟ لا يا حبيبي تلعب بيه ازاي؟ هتجيب نونو عشان يبقى اخوك. هتجيبه منين؟ تجيبه منين؟ بس بشويش حسن ده لسه صغير. ايوه كده.
سلام يا احسان، لو كسبت قضيه النهارده هعمل لك مفاجاه مدهشه. زي ايه؟ اللي تطلبيه، احسن هديه في السوق. انا مش لازمني حاجه، ربنا ينجحك ويوفقك في كل قضاياك. لا كل كوم، وقضيه النهارده كوم، ده انا باني عليها امل كبير جدا. تعرفي لو كسبتها هنشهر اسمي وهبقى من اكبر المحامين. ان شاء الله هتبقى نقيب المحامين. طب يعني انا عايزاك انت اللي ترضى عني. وبعدين معاك يا احسان، انت بتقتليني بمعامليتك ديت. والله العظيم انا ما عاد في حاجه في مخي غير انت وبيتي واولادي. انت ليه دايما بتقولي كده؟ عينيكي فيها كلام. اذا كنت لسه شاكه فيا قولي لي في قلبك. انا ما فيش حاجه في قلبي. انا بتألم لما بشوفك تكتمي في نفسك. وانا مش عايزاك تتألم. لا اصلا انا كنت مجرح زمان وعارف، واللي على راسه بطحه بيحسس عليها. الاولاد مالهم؟ عشان هو الكبير. ما تبقاش تاني مره تعمل كده، واوعى تاخد حاجه من غيرك. وانت لو عرفت تاني مره انك ضربت اخوك هكسر لك صلعه. لما ياخد مني حاجه اسيبه؟ تبقى تيجي تقول لي. استنى، فين تذكرك في اوضه النوم؟ اظن في اوضه النوم. خلاص معلش، انا راجع الغدا مستنيني. ارجع بالقلم يا احمد، خد علشان ليه انا يا بابي؟ ايوه يا حبيبي. ميرسي يا بابي، هوصلك العربية. اشمعنى بابا يديله قلم؟ عشان هو صغير وبيحايله وانت الكبير. لا بابا بيحبه اكتر مني. لا يا حبيبي، بابا بيحبكوا انتوا الاثنين قد بعض تمام. انت وانت صغير كان بابا بيدلعك، جيب لك حاجات كتير. ايه يعني يا اخي حته قلم؟ دهب يا ماما دهب. انا كمان هجيب لك قلم دهب زيه تمام. صحيح يا ماما. ايوه شوفوا يا طبيب يا ماما. بس Thank you.
سافري معايا اسكندريه تخلص القضيه ونقعد هناك يومين ثلاثه، منها سف ومنها راحه واستجمام، ايه رايك؟ وانا اقدر اسيب الولاد يومين ثلاثه يا شيخه، نخلص من دوشتهم وكتر طلباتهم. واحنا يعني ما عندناش اجازه؟ يا ملك يا حسين اقعد معاكي لوحدي كده يومين ثلاثه. يا حبيبي احنا خلاص عجزنا بقى. عجزنا؟ حصل. مين قال كده؟ علشان الشعرتين الثلاثه البيضه اللي طلعوا لنا دول كلام فارغ، احنا لسه في عز شبابنا وفي عز حبنا. ان شاء الله المره الجايه اسافر معاك، المره دي ما اقدرش اسيب الولاد ابدا. اه يا لي من العوازف دول. عمرك يا ستي اسافر لوحدي. سلام. هترجع امتى؟ اه انا وظروفي جايز النهارده بالليل يمكن بكره الصبح. خلاص بقى كده. قصدك ايه؟ افهمك قصدي. وقد كان لي عظيم الشرف، عظيم الشرف، ان امثلكم في الاتحاد 4 سنوات متتالية. متتالية حققت لكم فيها كل رغباتكم. اكم من اول الصف. ها؟ اخواني الطلبة. اخواني الطلبة. فين اللبيسة؟ فين اللبيسة؟ ايه ده؟ انت بتكتب فين اللبيسة؟ انا بسألك عشان البس الجزمة. جيت الفلاجة. شيل شيل. اخواني الطلبة. راضي. لو أوليتموني. لو ايه؟ لو أوليتموني. لا انا ما اعرفش اكتبها دي، شوف لنا كلمه غيرها احسن. تموني دي دمها تقيل قوي. لو حصلت على تأييدكم اهو كده حصلت تدخل الود، لكن تموني دي تسقطك في الانتخابات. تف من بقك. سأعمل قادحا زناد فكري. ايه الجمل اللي ذات قنابل دي؟ ابوسك على زناد فكري. ابوسك على زناد مجد. سوف تنجح ان شاء الله. اسمع بقى سيدي، سوف أعمل قادحا زناد فكري. زناد فكري. وزاهدا على أن أحصل. إيه يا أولاد أنتوا بتألفوا روايات ولا إيه؟ لا أبدا، دول كلمتين بحضرهم عشان النهارده انتخاب اتحاد الطلبة. آه أنت مرشح نفسك السنة دي برضه؟ أيوه بابا، السنة دي آخر سنة ولازم أسيب أصل في الكلية قبل ما أتخرج. وأنت يا أحمد مش مرشح نفسك ولا إيه؟ لا لا لا، لسه فضول يا بابا. لما اتخرج اخويا انط ولا اطرح. ايوه بس انا مش عايز الحاجات دي تاثر على الدراسه. لا 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 بابا، ولادك اطفال. ايوه بس السنه اللي فاتت ما كنتش فاضل. انت عارفين بدرجه جيده مش بدرجه ممتاز زي اخوك كتير. يا احمد عايزك دايما تكون ان شاء الله. طيب انا ماشي. مع السلامه. مع السلامه. ايوه يا حسين. النهارده في الشارع. ايوه 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 اخويا حسين داخل معركة انتخابية وبصفة انا مدير الدعاية بتاعته، يعني عايزين شوية بتتكلم يا يعني اعلانات بتعمل دعايات. سوف تجدون انا في شهادة يا بندار. الدعاية عايزة فلوس، والفلوس في الدولاب، والدولاب عاوز مفتاح، والمفتاح مع مصر. ومين راح فيما فاتت يلا الغرفات يا رب تهنيك يا ماما يلا الغرفات. الدعاية دي بقى عايزين فيها قد ايه؟ يلزمك كام في الدعاية يا حضرة المدير؟ أنا يلزمني 15 جنيه يا حضرة العضو المحترم. كتير يا حضرة المدير المطار. لا. بص الدراما وفي المصر. 10 جنيه لا. 15 يا حضرة. ليه بقى؟ بس ايه؟ دلوقتي انا هعمل بروفه. Thank you.
النتيجة ظهرت؟ باينة من أولها، الأصوات نازلة ترش على سين سين. اثبت، احنا فوق قوي. يا أخي سقطلك مرة عشان خاطر سين سين. النتيجة ظهرت يا نور العين. يا خيبتك يا سين سين. تسع أصوات بس يا حلبانين. ارقص يا حسين عيط يا حسين. وافراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه وافراحه وهنا في مساء وصباحه بلد فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه الحلم جميل بخيالنا وحلمش يوم عندنا وبنالنا الصور وبلاش نصور عالمنا ومستقبلنا ولكن في عز هنايا والدنيا فرح وعيا ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا ده مفيش فرحة زي الفرحة بنجاحه شلفطها مسحتها بستيك يا مين سين سين ايه دي سين سين بنت مغرورة جاءنا من جامعة اسكندرية عايزة تنافسني في الانتخابات قال انما وحياتك يا بابا اكتسحتها فين احمد المرة احمد احمد بيذاكر بيذاكر فين عند اسماعيل طالب معاه في الكلية انما شاطر قوي يا بابا هو كل ليلة كده ولا ايه لا ابدا اصل يظهر النهارده كان عندهم محاضره جامده قوي فبيذاكروها سوا هو هيكون بيلعب وانت بتداري عليه قول يا بابا اللعب لعب والشغل شغل تليفون يا سعد تعال هنا هات التليفون ده الو وصلت يا حماده انا متشكره قوي على السهره الجميله دي لكن الفيلم ما عجبنيش ما فيهوش حب الو ما بتردش ليا يا حوده حد واقف جنبك الو عايزة ساكن في البلد ولا في حلوان؟ لا بابا ساكن هنا في المعادي قريب مننا بعد الكوبري
واخلاقه كويسه ولا يعني؟ لا طبعا يا بابا اخلاقه كويسه، ولو كان وحش انا كنت خلي اخويا اختار دي كده. تحب يا بابا اولع لا كده كويس. يا مساء ياسمين، خلصت مذاكره مع اسماعيل؟ انت جرى لك حاجه اسماعيل؟ ايه ياسمين يا استاذ؟ اسمها ياسمين وريحتها زي الياسمين، ولا عودها يا حسين؟ عودها اللي زي عود الياسمين. انت جرى لك حاجه بعدك؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ ايه ايه، مش كنت بتحضر تذاكر المحاضره مع اسماعيل؟ ايوه، ما انا كنت، ما هو بابا عارف كنت عند اسماعيل. بابا اسماعيل ده ساكن فين؟ ساكن في حضرتك عارف في القربة. ما تنحق يا استاذ ولا فاكرني مش شايفك. يا حشاشين يا كدابين. حصل ايه؟ اتفضلي يا ستي. حضرته ده يقعد طول الليل مع البنات وبسلامته بيتاج عليه. اسمح لي يا بابا. ولا سيدي انا خلاص فقدت الثقه فيكم انتوا الاثنين وفيك انت بالذات. انا يا بابا؟ انت اللي بتسالوا عليا. انا من هنا ورايا مش هسال فيكم ومش هسال عليكم انا. بتضحك يعني؟ كويس كده دلوقتي؟ هو ماما اللي هو ايه؟ لا يا اخي انا كمان زعلانه منه. يا دمك يا اخي، عجبك كده كويس يا اخي؟ صايم الله ما تزقش المار. اما حسين لو شفتها بالله العظيم ثلاثه تنهدم. اهي دي بقى اللي غطت على الكل. عن اذنك اما ايدها في الليسته، انت مش هتبطل الزفت بتاعتك دي؟ وانا يا ابني عاوز، هم اللي بيترموا عليا وحياتي. لا يا شيخ، وانا ذنبي ايه معاك؟ ياسمين ذنبك ايه؟ اخويا يا اخي لازم تداري عليا وداري عليك. امال يا اخي سيبك ولا يهمك، خناقه تفوت ولا حد يموت. انت عارف هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ بابا هيخاصمنا وانت عارف وعينتي، وده لما اقول حاجه لازم تمشي. خد بقى عندك خصام لاخر سنه. والعمل ايه؟ اسمع، احنا بنطلع لماما نعتذر لها، قلبها هيحن تروح مصلحانا معاها. وده ما تصحصناش، انت عارف هتبقى ايه؟ فرسوت على دماغك والله. يا اخي ما تقعدش، هيحصل ان شاء الله. بس تعالى معايا. تعالى تعالى ربنا جايين اعتذر لك. وانا زعلانه منك. اسمع يا عيني، قسما بالله العظيم لو عملت كده ثاني مره انا هسوي. وحياه حلفان، وحياه ماما، وحياه ماما، وحياه ماما اخر مره. انت ازاي تعمل كده؟ ان شاء الله رب يكرم من رمايه انا هعملها. لا خلاص يا ماما انا اتضمن. لا قول لك ايه؟ 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 ده لازم يمكن يا ماما عشان خاطر الناس. احنا هننزل نعتذر له صحيح، انما وجودك انت معانا لقطه في الجو. مش ممكن، بس ده دماغه ناشفه قوي. يا ماما كلمتين حلوين منك، حيلين دماغه طبعا. انا دماغه تلين قد ايه؟ حصلت مع مصر ولا لا؟ انا مرتاح. يا حبيبتي يا مرميرو احنا في عرضك. طيب الله يا رب يخليك يا ماما. في واحد منتظر سيادتك في المكتب. عملت ايه في القضية يا فوزية؟ القضية انكتبت على المكنة، هجيبها سيادتك دلوقتي عشان تطلع عليها. خدمة تانية؟ لا متشكر. مش معقول. عبد الكريم؟ اهلا 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 اهلا
مش كانت في جامعه اسكندريه؟ ايوه يا سيدي، وكنا مرتاحين قوي هناك. اسكندريه جنب كفر الدوار، بس بعد عنك الرب وتعبني والحكم قالوا لي لازم تروح حلوان اضطرت المسكينه تشيل كتبها وتيجي معايا وحولت اوراقها على جامعه القاهره. لا لا لا، ده انا جنبي حته فيلا انما معتبره وايجار معتدل جدا. ايدي على كتفك، اجرها لي من بكره. بس خلاص، انتوا بلادي معزومين عندي على العشاء عشان اعرفك بالست بتاعتي وبالاولاد كمان. وهو كذلك ان شاء الله. والله عجزت يا محمود. عشرة. انت اللي عجزت يا عبد الكريم. انا وانت قد بعض باليوم. كويس، وطي صوتك يسمعك. بتبصيلي كده ليه؟ مش عاجبك؟ مش قد المقام؟ أفندم ولا حاجة، بس خلي عندك روح رياضية. سيبك من الغلطة الإسكندراني دي، الانتخابات زي ماتش الكورة، فريق لازم يغلب. أنت عايز مني إيه؟ ولا حاجة، بس أنا شايفك منفوخة على الفاضي ولا حدش حس بيكي أبدا. طب روح شوف شغل. العظمة لله يا صاحبة الألاطة. خدمة. انا كلمتك، جيت ناحيتك، عرفك تعرفيني حاجه غريبه قوي. ان كان في دماغك حاجه شيلها، ما تحاولش، لا انت ولا عشرة زي. والنبي انت مغروره قوي. صلاح، اسمع صلاح، الساعه كام؟ 3. طب يلا نلحق السينما عشان احمد مستنينا. يا سلام يا محمود عليك. طبعا احكي لك بقى حكايه ثانيه. دور عمر اكيدي. تعال يا اولاد. اولاد اثنين واحد. ما شاء الله ما شاء الله. حاجه عند الجريد ثاني يبقى قريب يا اخويا. انسه صغير تبقى بنته. ما تتعرفش يا حسين. هي من زمتها في الكليه. حضرتك في كليه الهندسه فاتت. ايوه. ما خدتش بالي والله. وانت يا سيدي في الكليه؟ لا، حاطط البكالوريوس. اتفضل 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 يا حاج. اتفضل يا اخويا. ما شاء الله على الرجاله، ما شاء الله. انت عارف كده. الله يخليك. ايوه كده. اما حته صدفه حلوه قوي. شو قلت لك؟ قصدي الصدفه. الله زمان يا عبد الكريم. طيب نورتنا. الله يخليك. بقى يا جماعه انا ما بعرفش اعزم، انت في بيتكم. دايما عامر يا ست ام سعيد. بس يا خسار، ما انا مش قادر اهجم في الحاجات الحلوه دي زي زمان. وتعربوا اسمه ربنا يفتحها. الله يحفظك. فاكر يا محمود لما كنا صغيرين ونقعد انا وانت نشطب على مشان تعيش بحالها وفوقها والزيتين؟ ساترك يا عبد الكريم انك عجزت. ما تخليها مسطوره امار. اكشف سترك يعني قدام الهانم وقدام الهانم. لا 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 لا. الله دوري يا حبيبتي، ما بتاكليش ليه؟ مش تهزم على زميلتك يا اخي. انا متاسف. ايه ده كله بس؟ مش معلش معلش. لازم تاكلي كويس علشان بكره وراكي سفر طويل. سفر ايه يا ابني؟ عندنا بكره رحله للبحر الاحمر. البحر الاحمر حته واحده؟
ده مشوار. لا يا عمي هو منها رياضة ومنها نشوف المصانع والحاجات دي. دي رحلة إجبارية ولا لا؟ أبدا يا بابا، أنا اللي اخترتها بصفتي رئيس لجنة الرحلات. كله يا بابا كله، الرحلات والجمعيات والحفلات. يا عم مكوش على كل اللي جالي في الكلية. ما شاء الله ما شاء الله يا باشمهندس. وانت يا سوار يا بنتي مش هتروح الرحلة دي؟ انا ما ضيعش وقت في رحلات تافهة. ولا الحين هي مش رحلة تافهة يا حاجة، يعني انت اللي مش هتكون عندك حظ لو ما رحتهاش. يا سلام يا احمد على البحر الاحمر وجمال. عارفه يا اخويا؟ عارفه. عرفه منين يا غلباوي؟ ده انا شفته يجي 20 مره. شفته فين؟ في الحلم؟ لا في السينما. من فضلكم يا اخوانا النظام النظام، كل اتنين على كرسي عشان العربيه على قدنا بالظبط. اتفضل يلا 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 يلا. الهدوء النظام، كل اثنين على كرسي. ايه يا حسيني تلتني حد؟ لا ابدا. لما يلا بقى الساعه بقت 7:15. يلا نوصل للمخيم اللي حنبات فيه وبعدين نبقى نكمل الزيارة. يلا يلا بينا. اشارات نظرات ابتسامات. انا هي دي حاجه مستخبيه. كل الطلبه واخدين بالهم. قولي له بقى يخفها شوي. ايه اللي حصلت كده؟ طيب ارجوك تاني مره مش عايزاك تبصلي ولا تكلمي ولا تيجي لحد. ليه لو سمح الله؟ ده احنا لسه متعشمين مع بعض امبارح. انت فاكر نفسك ايه؟ ولا حاجه. انا حاهمين. ايه سلام؟ وايه يعني حاهمين؟ عبد من عباده المحبين. انا ولا حاسه بيك. لا يا شيخ، امال جيت ليه؟ يا فندم تكونش فاكر اني جيت هنا عشانك. لا يا سي حاهمين، ده انت فاكر راح بعيد قوي. بطلي يا نطه بقى. اسمع، زي ما قلت لك انت مالكش دعوه بيا. لا تبصيني ولا تكلمني ولا تيجي لحياتي. اسمعي، انت مغروره قوي. Thank you.
حبيبي كتير عايز اكلمه عايز اقول له كلام يهديه يفهمه عايز اقول له كلام يهديه يفهم مرضيش يسمعني مرضيش يفهمني مرضيش يسمعني حسيب للأيام وهي خصمك سيبه بكرة الشوق ينادي ويجيبه سيبه يا قلبي خصمك سيبه بكرة الشوق ينادي ويجيبه تترجى مين وهو مش سامع كلامك وتقول لي مين وهو مش داري بغرامك تترجى مين وهو مش سامع كلامك وتقول لي مين وهو مش داري يندم على اللي فات مسيره يرجع لذكريات وبكرة يندم على اللي فات قربت أقول مليت ومليت كتر ما ترجيته قربت أقول مليته مليته من كتر ما ترجيته ومرضيش يسمعني مرضيش يفهمني مرضيش يسمعني حسيب للأيام وهي تعلم
Thank you.
7. يا حبيبي ومالي يا حسين؟ اتشكر انت وتخرج وانا جوز هلا بذمتك يا ماما مفيش حاجه في الدنيا تفتح. انا مش عايز ابوك ياخد باله من الحكايه دي لحسن بعدين يلا السلام. لا لا ما تخافيش ابنك حريص قوي. وكمان مش عايزه تشغلك عن دروس. دروسي شغل دروس ازاي؟ مش شغل دروس ازاي ماما؟ انا شخصيا دمر البكالوريوس في دروس. خلاص وانا دمر عروسه في ايدي. يا حبيبي اظن دلوقتي تذاكر بقى. حاضر. عزيزه يا عزيزه. حاضر عزيزه. حاضر يا ستي. ايه نايمه على ودانك؟ ما بترديش ليه؟ انا جيت اهو يا ستي. خد ادي ده لحسين. حاضر واستنى الرد. لا اللي ادولك هاتين. حاضر. اتفضل الست سهير بعتلك الورقه دي. بعتلي انا؟ ايوه. من فضلك ابعت محاضرة النهاردة اللي الأستاذ ما خلانيش أحضرها. هدي الورقة دي. حاضر. اتفضل. تاني. عايز حاجة يجي ياخدها. اديله دي. حاضر. اتفضل. مش ضروري. خدها من اي زميل تاني. ايوه
بس على الله تعالى. لما نقلتها ما بعتهاش لي عشان تيجي. لكن انت خطك حلو قوي. انت احلى. مساء الخير. مساء النور. نعم. الله. انا قلت حاجه. انا بقول يعني يا فاطمه عزيزه شرفتينا ونورت البيت. اديتهم النور بوجودك يا استاذ. انا متشكره قوي. روحوا على السلم. انت من اهل. ذمتك انت بني ادم ده محدش فيه مش قادر تتاخر شويه. يا ستك التقيله يا اخي روح وصلها دلوقتي وبعدين ابقى اتخانق معايا على مهلك. ايوه اتحرك يا بني ادم. لو ما عرفتيش تقري خطي ابعتي لي جواب وانا براجع معاك. ما قلتلك خطك حلو. انت هنا يا سهير؟ ايوه يا بابا جيت تاخد محاضره من حسين. محاضره مش محاضره؟ اعتبر البيت ده بيتك وحسين واحمد اخواتك. اي حاجه تعوزيها احنا تحت امرك في اي وقت. متشكر قوي. ما تعمليش تكليف خليك ذكري معانا. صحيح انتوا الاثنين في البكالوريوس سوا. اخد صحته بقى. لو عايز حاجه حاجه ياخدها. على العموم يا بنتي هنحب دايما تكوني معانا. طب انا هقعد مع عمك محمود شويه بقى. بس ما فيش فرق. ما فيش امال اللي لازم يديني اجازه. نفسي اجيب عشرتين طاوله سخنين من بتوع زمان. وريني شويه. تصبح على خير يا حسين. تحب اوصلك؟ لا معلش. بس الدنيا ليلة عليك. متشكرة قوي. تصبح على خير. مع السلامة. الله يسلمك. وصلتها؟ أحبها. أهلا والله وغرقت لشوشتك يا سعد. شيش فيش بقول لك 40 فدان حتة واحدة ما يفصلهمش عن أرض غير أنا يا صديقي وفيهم 15 فدان طوالي والسعر مناسب. ما تجمد قلبك يا ابو حنفي وتشتريهم اهم ينفع الاولاد. فكره مدهشه يا حاج. مش كده والله يا عم هنا ده طبعا الارض هي خير دي البركه في الكلام. اشتريهم يا محمود. مش عم بس نشتريهم دي بلد يا ستي كلهم ارض بقى. احنا نسيبنا في الاحلى يا حاج مهما عليك ولا كبرت مهما تفلح ولا تفلح يا محمود ولا حديث الارض. اشتريهم يا محمود دي فرصه ما نضيعها. عم شوف ما تبقاش معروف يا ماما كلمة قلبك كده. أقول لك أنا حد فكرة إيه رأيكم؟ أجازة الأولاد بتاعت نصف السنة فاضل عليها دفعة. ما تيجوا تقضوا الأجازة دي عندي في العزبة هتتفسحوا لكم يومين وهي بتشوفوا الأرض وتعيشوا وتدفعوا على الأمور وتتكل على الله. والله فكرة يا حاج أنا أصلا خلاص على بركة الله. يا نادي حشيشك ما شاء الله. Thank you.
الحلوة والحلوة الحلوة بنبشها بنبشها سودة الحلوة شوالتني نادتني خدتني Thank you.
حبيبي أول مرة قلتك بيها أول كلمة ناديت لك بيها أول مرة أقول يا حبيبي يا حبيبي وحاسس معنيها باليوم والثانية لكن يا حبيبي أول مرة قلتك أول كلمة ناديت لك بيها أول مرة يا حبيبي يا حبيبي وحاسس معنيها فاني حسيت بالحب وعرفت بيجي مني وازاي بيدفي القلب وازاي بيصح العين فاني حسيت بالحب وعرفت بيجي مني وازاي بيدفي القلب وازاي بيصح العين شبابك ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي الشوق غلبني الشوق كان بيغلبني الشوق غلبني الشوق كان بيغلبني وعدتني بحب وعدتني بحاجة حلوة الحلوة عنك يا حبيبي هو عادي يا شركة اللي مصبرك كنت براوي وطلع فيه أنا وقفت بحياتي هنا في بلدي وسط أهلي يا زلمة كلمني وعلشان البيت اتطلقته على طول أنا نويت أناسبك آخر صغير بنتك لابني إيه رأيي لك بقى أنت بتسألني يا سلام ده يوم المنى يا محمود صغير بنتك ولا أخوك واللي تقول عليه ماشي أنا جاهزها وأوديها لحد البيت على بركة الله بسم الله بسم 225 جنيه و650 مليم صريف الكلية دفعت لإخواننا الطلبة العاجزين بعد بحث حالاتهم الاجتماعية و10 جنيه أنا بواب الكلية ومناسبة زواج بنته 2 جنيه مصاريف نسرية يبقى المجموع الكلي 687 جنيه و240 مليم والباقي في صندوق الخدمة الاجتماعية 4 جنيه و7 مليم يعني مفلسين اسمعوا يا جماعة احنا لازم نملى الصندوق تاني أنا أقترح نعمل يا ناصر وانا اقترح نعمل حملة تبرعات على البنوك والشركات مش معقول هنشحت اسمعوا ايه رأيكم لو عملنا حفلة موسيقية غنائية كبيرة نعملها في الكلية لا نعملها في الاوبرا تذكرة كويسة سعر كويس احنا عايزين على الاقل 1000 جنيه موافقين موافقين طب بس انا اشوف بقى اننا نعملها بعد الامتحانات علشان ما تعطلناش عن الدراسة فعلا احسن موافقين اكتب يا سيد كفاية بقى انت تعبت حاضر يا ستي احنا الليلة دي كنا لازم نعمل فرح لان الولاد نجحوا والحمد لله وحياتك لا اعمل لهم حفلة عمري ما ما
عقبال احمد ما يتخرج هو كمان وارتاح انا بقى. انا كل منايا ان افرح بيهم واجوزهم. يا ستي بكره اتجوزيهم وانت فرحوا بيهم ونتركي تشجعني على المعاش ولا تتعيش معاكي في العلبه ولا تجوزي جوزي كل يوم. اسمع يا محمود. حسين كان له رغبه وطلب مني احققها وانا وعدته. رغبه ايه؟ عايز يتجوز سهير. عاوز يتجوز سهير؟ وليه ما فيش؟ كنت مستنيه لما ينجح. لكن انا ليا رغبه. احمد فاضل سنتين عشان يتخرج. معلش مكتوبها له ويتخرج سنتين. لكن حسين اتخرج وجاهز وهو اولى. احمد هو الاولى. انت بتتكلم جد؟ حسين دي ما فيهاش هزار. خلاص سهير لحم. لكن الكلام ده محدش يقوله ابدا. انا قلت وين الحماس كان مفتوح؟ يعني ايه بس بقى ده ساعة الا ربع؟ طول بالك يا اخي. اطول بالي ليه؟ هي مفاوضه دول كلمتين اتنين يمكن بيوضبوا للفرح والمهر والملبس والشربات ولازم منه. يا ريت يا ريت. اسمع حسين تعال بس اقعد جنبي كده وهدي نفسك. اتقل اتقل ما عنديش صبر. تلج مش قادر. اقول لك عد من واحد لعشر. طبعا انا عد وانت تقدر. عد واحد اثنين ثلاثه. اهي ماما جت ليه؟ حلوه قلت بابا. انا لسه ما كلمتوش. ليه؟ قدامه قضية مشغول فيها قوي. يعني ايه يا ماما؟ دول كلمتين اتنين بس. يا حبيبي انت عارف بابا لما بيبقى مشغول في حاجة الواحد لا يقدر لا يكلمه ولا يجي ناحيته. طب انا هروح كده. لا ليه يا ماما؟ لا واحنا لسه روح هتكلمه ولا يهمك روح. لا يا حبيبي انا خايفة اتكلمه وهو مشغول يقوم يرفض. وانت عارف بابا لو قال كلمة مش ممكن يرجع فيها ابدا حتى لو كانت غلط. معلش اول ما تخلص القضية انا حتى. ايوه ماما بس يعني لو قعدت القضيه 20 سنه هفضل انا مركون جنبها. يا حبيبي طب انت بس مستعجل قوي كده ليه؟ يا ماما انا بحبها بحبها حقيقي وعايز اتجوزها ارجوك والله بحبها. طب يا حبيبي انا بتكلم ان شاء الله هتتجوز. كلام ايه بقى؟ انت مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ انت بتهزر يا استاذ. شوف يا عبد الكريم انا لما جيتك العزبة علشان اخطب صغير كنت مخطوبها لحمة ولما قالينا كانت من بيتي وانت في بيت حسين هو الكبير يرجع ثم اطمن يا استاذ سهير بنتي ما تخبيش عليا حاجه ابدا. انا معودها على كده. قالت لي على كل اللي بينها وبين حسين. اساب الولاد قايل فتحتهم مع بعض ومتفقين على الجواز قبل احنا ما نتكلم. فين سهير متفقين على الجواز؟ وسمع على عسل اخوك وانت موافق؟ ما وافقش ليه؟ هو انا حناسب حد غريب؟ ما انت برضك انت. انا افضل احمد اللي كنت عايز نسيبني. يعني خدت حسين خلاص؟ مش احمد زينب؟ اسمع كلامي يا عم كريم. الله هو حسين ماله يا راجل؟ في حاجه انا اخوك انت حسين انا افضل احمد لسهير. الله طب ما تنورني في الكلام من مالي يا استاذ. ده جواز ما تاخذنيش الصراحه فيه واجب. ذنب بنتي في رقبتك ان ما كنتش تصارحني بالحقيقه. ما تحرجنيش يا عبد الكريم وانت كمان ما تغشنيش يا استاذ. البنت بتحب حسين. ايه العله اللي فيه؟ قول. حسين ما فيهوش اي عله تمنعه من الجواز. انما ما دام انت مصمم انا هصالحك بالحقيقه علشان ارضي ضميري قدام ربنا وقدامك. كريم حسين ما هوش ابني. مش
من ابن ميني مجهول الحب كلميتني الفئر ما اعرفوش حد ابدا انا جوزت الحسان وانا في عز طيشي كنتها كتير وخدعتها كتير وللاسف سوء معاملتها سبب لها انهيار سابت صحتها وكل ما خلص يا اولاد ففكرت بان انا وقعت لكن هبل عليهم راس صحتها وفعلا راس صحتها طلته فرحت بيه حالتها اتحسنت الطلبة نبعد يا شاء ربك نبعد 3 سنين تخلف لي ابني احمد حسين مش ابنه امال ابن مين ده الكلام اللي سمعته من محمد محمود شخصيا وحضرتك قلت له ايه؟ غيرت رايي طبعا كل صغيره كده اجوزك لواحد ملوش اب ولا ام ولا عيله وعشان ملوش اب ولا ام ما تديلوش نفسك بيت لنفسه اللي لازم ترفضه وما تتجوزوش لا بقى بنتك يسعدها انها تتجوزها انا ما اخترتش حسين لان ابوه محامي كبير ولا امه حسين انا اخترت حسين انا شبهه من اسم ومركزه مش بابو امه سهير يا بنتي انا ما حشتش عنك حاجه ابدا حققت لك كل رغباتك وبصد كل ساعتك علشان ما تضحيش انتي بحاجه واحده عشان ابوكي انا مش بغصبك ولا بامورك لا انا عملت اللي علي وقلت لك رايي بعد كده بقى يا ست بابا انت حر اختار اللي يعجبك قول لي من فضلك التليفون فين التليفون اهو اتفضل يا فندم الو سهير انا حسين يا سهير انت ما جيتيش ليه الو ست سهير تعال ده حسين الو سهير انا طول الليل بفكر حاولت ادور لنفسي على غلطه ما لقيتش أرجوك يا سهير أنا عايز أعرف إيه سر التغيير ده إذا كان في حاجة لازم تقولي لي ما تسيبنيش تايه لوحدي يا سهير النهاردة معاد آخر خروجة للحفلة أنا هستناك في الأوبرا الساعة 10 لازم تيجي لازم تيجي يا سهير إذا ما جيتيش أنا هعرف إني ما بقاليش مكان في حياتك بروبكم تعرفوا ان شاء الله الحفله هتكون كويسه ان شاء الله
حاجة قول لي عايزك قول لي أي حاجة أي حاجة عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته عندي وعندك عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته عندي وعندك وانت قلبي وانت املي واللي مالك ساكت ليه ليه قول يا قلبي قول يا املي واللي خبى عليا ليه وانت قلبي وانت املي واللي مالك ساكت ليه 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 ولا املي واللي خبى عليا ايه علي ايه ايه ايه
املي ولا ولا والمخب علي يا حاجة قول لي عايزك قول لي بعتك بس قول لي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي روحي دايما شايلها لك كل دمعة كل فرحة كل دمعة كل فرحة أجري دايما واحكيها لك كل كلمة كل همسة روحي دايما شايلها لك كل دمعة كل فرحة كل دمعة كل فرحة أجري دايما أجري دايما وأحكيها لك وانت قلبي وانت أملي كل مالك ساكت ليه ليه قلبي يا أملي شب علي ايه ايه وانت املي قول لي مالك ساكت ليه 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 قول يا قلبي قول يا املي قول لي شب علي ايه ايه أتجوز مش ممكن أبدا أفكر في سوير. أيوة بس أنا خلاص كلمت أبوها وهو موافق. ده مستحيل يا بابا، دي حاجة بعيدة خالص. سوير وحسين بيحبوا بعض وتقريبا مخطوبين. مخطوبين؟ تسمح بقى تقولي مين اللي خطبها لك؟ هما الاثنين متفاهمين سوا. يا بابا مش معقول أتجوز الإنسان اللي أخويا بيحبها. حب إيه وكلام فارغ؟ الحب يجي دايما. اسمك
عايز يتجوزك. عايز يتجوزك؟ انت عارف مين؟ مين؟ سهير. سهير؟ ايوه. ايه بقى الكلام ده؟ صحيح انا ما قدرتش اقول لحضرتك ان انا بحب سهير وان سهير بتحبني، انما انا قلت لماما وهي وعدتني ان مش هتقول لحضرتك. احمد بقى لحضرتك يا صغير، انت اهلي جوازه تانيه. صحيح يا بابا. الدكتور سلامي؟ ابدا، بس طالع حدود. ثم انا مش فاهم ليه حضرتك عايز تحرمني منه وعايز تتجوزها لاخويا اللي اصغر مني اللي لسه ما اتخرجش واللي عارف قد ايه انا بحب سهير. ليه يا بابا؟ في ايه من فضلك؟ ما تسالنيش. انا مش فاهم. اسالك احمد هو اللي هيتجوز سهير وكلمتي هي اللي هتمشي. يا بابا احنا مش ده الشطرنج اللي حضرتك قاعد تحرك فيه زي ما انت عايز، انت قلت اللي انت عايزه. انت بتقول ايه يا ولد؟ بترفع صوتك عليا؟ انا بدافع عن حقي. هي كلمه. اتفضل يا بابا. اتفضل يا بابا. اتفضل. ليه بتعمل كده؟ ليه عايز تفرق بينهم؟ احمد لا يمكن هيتجوز سهير لانه بيحب اخوه. انت ظالم، عارف يعني ايه ظالم. انا مندهش، مش قادر افهم ليه بابا عايز يجوزني سهير. انا مش عايز اتجوز يا اخي. ثم سهير بتحبك وانت بتحبها. والله يا اخي انا اللي مندهش، مش عارف بابا ليه بيعمل معايا كده. انا عملت ايه؟ مش عارف عملت ايه. مش عارف. اسمع، انت مش اتخرجت وبقيت مهندس؟ انا لو منك اتجوزها على طول. اتجوزها ازاي؟ زي اي واحد بيتجوز يا اخي، تروحوا عند المأذون وتتجوزوا، وبالشكل ده نحط بابا وماما امام الامر الواقع. سهير تقبل؟ تقبل. اسمع، انا هكلمها وافهمها الموقف بكل صراحه باذن الله. هتتجوزوا غصب عن ابوك وابوها. بس انا ما كنتش اتمنى ان انا اخلي سهير تبقى في موقف زي ده. ولا انا طبعا، انما هنعمل ايه؟ اسمع كلامي انا وخليها على الله. مساء الخير يا عم. اهلا ابو حميد. ازيك يا بطل؟ شربات يا عزيزه. يا عم متشكر. انا لسه عايز حاجه من سهير. اتفضل يا ابني. متشكر يا عم. مساء الخير يا سهير. اهلا بك. ازي صحتك؟ فين الالبوم اللي خدتيه؟ البوم ايه؟ الالبوم بتاع الصور اللي خدتيه عشان تتفرج عليه. انا شلته. ايوه عندك جوه، انا شفته بعيني في الدرج. طب تعالى شوف. عن اذنك يا عم. اتفضل يا ابني. ملقتش الالبوم يا عم. كده؟ ايوه، يظهر لي بقى ان انا نسيته على واحد صاحبي ولا حاجه. تلقى هناك برضه. ان شاء الله يا عم، تصبح على خير. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه. بقى مثلي على والدك يا حبيبي. خلاص يا حسين، وافقت وهتيجي الساعه 9. الساعه 9؟ ايوه. ايه؟ هنجيب المأذون منين؟ صحيح، هنعمل ايه في حكايه المأذون دي؟
خير يا عم عاصم. اهلا بيك. يا مس النور اتفضل اتفضل. احنا جايين نشرب الشاي عندك. يا مرحبتين ربنا يكرمكم. الشاي جاهز اهو. اه قول لي يا عماد. نعمين يا باشمهندس. لو في اتنين بيحبوا بعض وعايزين يتجوزوا بعض واهلهم مش موافقين يعملوا ايه؟ هما مش بيحبوا بعض قوي 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 ومتفقين يعني قوي قوي, قوي. ولو اتجوزوا ما احتاجوش لاهاليهم واصل ابدا. خلاص يتجوزوا. طيب انا عايزك تشوف لي مأذون من هنايا. مبروك يا عريس. مبروك يا عروسه. ألف مبروك يا حسين. مبروك يا سويف. ألف مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك يا عمار. قول لي. نعم. هنديله كام؟ أقول لي تعب مع الجود هنديله 3 جنيه وبس. 3 جنيه؟ إيه. نفس حالي كده. أنا ما عنديش غير 150 قرش معاك أنت تكمل؟ أنا معايا 56 قرش هون. 56 قرش إيه يا أخي؟ إديني 50 قرش. أنا معايا ناقص كام؟ يبقى ناقص لنا جنيه معاكي؟ اهو خد. طب متشكر. متشكرين قوي يا عم الشيخ. بالرفاء والبنين. الف شكر. عقبال البكاري ان شاء الله. ان شاء الله. نفسي الليلة دي كده تبقى فرحة كبيرة وحفلة كبيرة يحضرها الأهل والأصحاب. واقف جنبكم انتوا في الكوشة والمزيكا عمالة تدق وتلعلط وأدي الهديات بإيدي. لكن معلش الإيد قصيرة بقى. اسمعوا أنا عازمكم. بتضحكي؟ أنا بتكلم جد. آخر 6 سلف جيبي هحتفل بيهم على قدي. تعال يا زوزة تعال. أيوه جاي. افتح 3 ليمون. جاي. خلي بقى عشان اشكر. حلوه جاي. عايز تخليني ماليش كلمة قدام الناس. مرة واحدة استعملت حقي
مالكش اي حق في البيت ده. لا انا لي حق. دبرت بيتي. اي سخرب برا يعني الادب. ادب شديد الادب. انت اللي ظالم. أنا مش قادر أفهم أنت ليه بتعاملني المعاملة دي طول عمرك. أنا مش ابنك. لا أنت مش ابني. بقول لك إيه اخرج برا. إيشي. أنا هقعد هنا. هقعد هنا مع أمي. مع أخويا. مش أمك. وده مش أخوك. أنا أتحداك. أتحداك إذا كنت تقدر تفرق بيني وبينهم. مفيش أي صلة تربطك بيهم. منك من الشوارع. بخلي عليه من الشوارع. لطيف. لطيف. بخلي عليه لطيف مهم. وي مش أمي. أرجوك كلمني. أنت مش أمي. مش معقول. مش معقول. ايه احسن دلوقتي؟ مش هتقولي لي بقى؟ انا مش هقول حاجه الا لما تيجي عمتي. ما انا برضو ابن عمتي، ويمكن عمتك تبات الليل عند اختي. قولي لي احسن ايه اللي بقى؟
محمود قال لي انه مسافر اوروبا النهارده، وبطريق الصدفه اكتشفت انه سهران مع واحده من الستات اصحابه بدل ما كان يقعد معاه. انت متاكده؟ ايوه متاكده، انا شفته بعناه بقى لي 3 سنين بالشكل ده. انا مش ممكن بعد اللي شفته انه هو بقاش معاه دقيق ولا. انا هروح اشوف عمتي. هدي نفسك هدي نفسك. دلوقتي هتروحي فين؟ الدنيا مطر برضه. انا مش عارفه ومش عارفه ليه هو بيعمل كده. انا هتجنن يا بنتي. والله يا احسان انت اللي جبتي كل ده لنفسك. رفضتيني انا، فضلت عليا محمود مع اني انا اللي كنت بحبك. أنا اللي كنت بحبك، وكنت ببقى تعيس جدا لو بعرف اللي بيعمل في عمل سيئة. أنا بقالي 3 سنين بتعذب، 3 سنين بتعذب، بتعذب لو بسمع صوتك لما بشوف. عايزني اعمل ايه؟ ما فيش دكتور ما عرفتلوش، لكن ما فيش فايدة، ما فيش فايدة. قول لي هقول ايه لمحمود لما يرجع من السفر؟ انا هنفضح قدامي، هنفضح، انا هموت نفسي، هنفضح. يا احسان انا المسؤول، لما يجي محمود انا هعترف له، هقوله بالحقيقه، انا هتجوزك، هحافظ عليك وعلى اسمك وعلى سمعتك وعلى ابني. شهرين دلوقتي، شهرين من نهار ما رجعت البيت، ولا سكر ولا صعب ولا حاجة أبدا. ربنا يهديك وتعال على طول. ربنا يديم رضاكي عليا يا ستي. أنت ليه دايما حزينة وفكرة؟ محمود أنا عايزة أطلب منك حاجة. تحت أمرك يا حبيبتي. عايزة تبنى ولد يملى عليا وحدتي. بس كده؟ اروح الملجأ اجيب لك ناس يا ستي. لا هروح انا عايزه اختاره بنفسي. ولكني أتيت ولقد
قدرت للدنيا طريقا فمشيت سأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري
تكلم مين ما ترجمش معايا. امشي يلا. مش عاوز تسأل في سردين. ما عنديش فلوس. ولما ما عندكش فلوس انت متخرج السنة دي؟ ايوه. حسابك كام يا فندم؟ 163,500 يا فندم. طب استنى فرصة. تعال. تعال. اقعد هنا. تشرب قهوه؟ شكرا. سيجاره؟ ما بدخنش. لما تعود تشرب سمرة بس. لا يا بابا. دي أول مرة. ليه؟ في حاجة مضايقاك؟ زعلان من أهلك؟ أنا ماليش أهل. شوف يا حسين. أنا عايزك تكلمني. مش باعتباري زيك اللي بيخافوا معاك، باعتباري اخ. انا كمان زيك متصرف السنه دي. لو كان في حاجه مضايقاك قولها لي، يمكن اقدر اساعدك. انا مشكلتي ملهاش حل ابدا. كل مشكله لها حل. نحاول نحلها مع بعض ونعرف ايه مصدرها. بجد مفيش مصدر. مفيش حاجه في الدنيا ملهاش مصدر. ما اعرفش ازاي. الانسان اتولد في الضلمه، لا ام ولا اب ولا اصل ولا عيله. هي دي مشكلتي. هتقدر تحلها؟ انت اللي تقدر تحلها. بص، دي حاجه ما تقلبش من كرامتك ابدا. وهي فين كرامتي؟ كرامتك في ذاتك، في شخصك. أنا إيه؟ ابن مين؟ أصلي إيه؟ ارجع لصوابك، خليك في الواقع، ما تفقدش إيمانك بالله وبنفسك. أنا شخصية نشأت يتيم بالدم والقتل، وكونت نفسي بنفسي، وأنت شاب، والشباب أمن، كافر، جاهد، اشقى، اتعب. المجتمع النهارده ما بيقولش ده ابن مين. المجتمع بيقول ده مين؟ عمله ايه؟ مجهوده ايه؟ وانت معاك سلاح. علمك قدامك المجال واسع. في المصانع، في الشركات، اوعى تسيب نفسك في ريسك البحث. اوعى. اديني ايدك يا حسين. اوعدني. انك هتخرج من هنا انسان تاني. وعد. وعد. دي يا في حاجة كمان. ما معيش الا 10 جنيه نقسمهم.
لا مش متشكر، دي سلطة هتردها لي من أول مرة. اتفقنا؟ أنا متشكر أوي. مع السلامة. إلا إذا عاد أخي حسين إلى المنزل. يا دي الفضيحة، أودي وشي فين من الناس؟ أقول لهم إيه؟ أنا أخطأت الشباب. أنت غشيتيني. أنا وعدتك إني أرفع راسك دايما فوق. بالجوازة دي اللي ما تصرفليش. الجوازة دي تشرفك وتشرفني يا بابا. وتشرفني أنت. مش طاعة، دي فيها أنانية. وعلى العموم إحنا اتجوزنا خلاص. مستحيل. المستحيل أنت فارق بيني وبينه. حسين جوزي وخلاص معاه. مش عايزه منك حاجه. مش ممكن الكلام ده ما بقتش اسمعه. انا صحيح في الاول اديت لك الحريه الكافيه، لكن دلوقتي لا، انا ما احطش راسي في الطين ابدا. وانا مش حكيم حسين ابدا. اخلصي. أنا استعرضت كل ظروف حياتي ولقيت إن الماضي له أثر كبير علي، وده اللي خلاني أنظر للمستقبل بعين الخوف والخير. أزورين يا زهير، إحنا صحيح حبينا بعض في جو كلها عواصف وأشواق، لكن إيماننا بالحب خلانا نتحدى كل الناس ونتجوز بعض. وعلشان يعيش الحب اللي بيني وبينك واللي بستمد منه كياني، لازم أبعد. زهير، أنت في حل من الرباط اللي ربطنا ببعض. Thank you.
أنا اللي كنت غلطان. سامحني يا عم. سامحيني يا بنتي. يا حبيبي يا حبيبي يا ترى عايش انت؟ صغيرتي لازم نروح نحاول لازم يرجع لبيته يرجع لأمه ويرجع لنا كلنا. ما حدش هيخلي حسين يرجع إلا أحمد. أحمد هو فين؟ أحمد لا يمكن يكون ترمى. أنا عارفة صحابه هدور عليه وهيرجع يا طن. حسين هيرجع يا طن. أيوه طمني عليه ما تتكلمش من غيره. طمني يا طن. ها مفيش أخبار؟ مفيش فايدة مش لاقيه أبدا. ما خليتش ولا حتة في البلد. يمكن سافر. هيسافر يروح فين بس؟ سهير؟ أحمد سهير تعالي تعالي يا سهير. مفيش وقت للكلام. أنت الوقت تسافر حالا. هسافر أروح فين؟ لحسين أخويا. هو فين؟ أدي عنوان الشركة بتاعتك. وريني. من فضلك يا فندم المهندس حسين محمود بيشتغل هنا؟ هو فعلا بيشتغل هنا وكانت حالته مش طبيعية وجاله انهيار ونقلناه مستشفى من بره. ايه؟ في مصر. متشكر يا فندم. العفو. حسين مين؟ احمد حسين اخويا. مش معقول. ازيك يا احمد؟ ايه ده حسين؟ توحشني قوي يا عم. ازيك يا حسين؟ ازيك يا واد؟ طب بذمتك انا زعلان منك. ليه؟ كده برضه تسيبني حسين؟ مين عليك اخوك بالسرعه دي؟ احمد. ايوه احمد اشوفك حسين. مفيش قوه في الدنيا هتقدر تحرمني من بعض. انا هعيش معاك في اي حته. يا احمد انت ليك بيتك ليك اب ليك ام. انا سبت لهم البيت وحياتك. مش ممكن ارجع الا اذا رجعت انت معايا. لا اذا كنت بتحبيني صحيح لازم ترجع البيت. لازم. شوف اما اقول لك من غيرك انت مش ممكن. يستحيل. عشان خاطري حسين ما تحرمنيش من اخوتك. ما تحرمش سهير من حبك. دي انا بتدوني عليك يا اخي. اسمع انا مش عايز سهير تشوفني. مش عايز اقابلها. اوعى تقول لها انا فين. اوعى. طب بس خلاص بس هدي نفسك. خلاص يا سيدي مش هقول لها. حياة حسين ما هقول لها. ايه ده يا اخي ده؟ ده كلام؟ ما عندكش حاجة الواحد ياكلها؟ ولا شوية فاكهة كده ولا حتة تورتة؟ اسمع أنا هنزل أجيب لك تورتة من اللي أنت بتحبها. أحمد متأخرش علي. هوا أنا راجع لك حالا. بدور على اخويا. اخوك مين؟ اخويا حسين. هو دلوقتي في مستشفى الشركه اللي بيشتغل فيها وترجاني ما اقولش لحد على مكاني. لكن انا بابا جيت اقول لحضرتك عشان تقدر تصحح الغلطه اللي وقعتنا فيها. عايزني اعمل ايه يعني؟ تروح ترد له كرامته وترجعه البيت. حضرتك اخطات في حقه. انت جاي تديني درس في الاخلاق ولا ايه؟ العفو يا بابا انا ما اقصدش. اعتبرني ولا بعق. لكن ارجوك ما تحرمنيش من اخويا. حسين عاش في دمي وعاش في روحي. انا فتحت عينيا على الدنيا لقيته قدامي. عشت معاه اكتر ما عشت مع حضرتك ومع ماما. يمكن صحيح ما يكونش اخويا انما الحياه اللي عشناها سوا خليته بالنسبه لي اكتر من صديق واكتر من اخ.
شفت احمد كمان. ايوه ما رضيش يجي معايا الا اذا رجع حسين. انا هروح لحسين يا محمود. انا خايف يكسفك زي ما كسفني. تصوري يا حسين قبل ما ترجعه واعتذر له يرفض ان يرجع للبيت اللي اتربى فيه وللاب اللي رباه. انما برضه هو ليه حق. انا اللي تربته. احمد كمان ليه حق. ازيك؟ انت وحشتيني قوي يا احسن هانم. احسن هانم انا امك يا حسين. كتر خيرك. كفايه انك استحملتيني 26 سنه وانا بقول لك يا ماما، وانا ما كانش حقي ابدا اقول لك الكلمه دي. لكن انا امك. يا ريت. صدقني صدقني يا حسين. لا انت الست اللي لميتيني وقويتيني. انت الست اللي ربيتيني. مش ممكن تكون انت الست اللي جابتني الدنيا دي ولمتني. مش ممكن تكون انت اللي انا يا حسين. لا ارجوك ما تشويش نفسك علشان انسانه ما تعرفيهاش. قول كل اللي انت عايزه. اشتم اشتم كمان. انا ضحيه غلطه واحده عملتها وبكفر عنها في كل سنه. سامحني سامحني يا رجل. انا امك. مش ممكن. دي الحقيقه. انا امك ودي الاوراق اللي تثبت انك ابني. خدها اقراها اقراها. لما سألتك السؤال ده ما رديتيش عليا ليه؟ أنكرتي إنك أمي ليه؟ كنت خايفة من الموقف ده. وأبويا؟ أبويا هيبقى مين؟ أيوه أبويا. أنا عايز أعرفه. عايز أعرف أنا مين؟ أصلي إيه؟ كان في حاجة في دمي بتقول لي دايما إنك أمي. لكن أبويا مين؟ هو فين؟ عايش ولا ميت؟ انطقي. مات ودفع حياته ثمن غلطته. والراجل الكريم اللي رباني عارف السر ده؟ ابدا. 26 سنة وانا بتنسى. كاتمة كل ده في قلبي علشانك وعلشاني وعشان اخوك. وكل اللي قدرت اعمله اني خليتكم تحبوا بعض. ارجوك يا حسين اتوسل اليك ارجع معايا البيت. انا محتاجة لك. محتاجة لوجودك معايا علشان خاطر علشان خاطر اخوك. مش عايز ترجع. انا مش هخسر عليك. لكن انا مضطرة اعترف لمحمود وانا مش عارفة هيعمل فيا ايه.
أرجوك يا إيه، ما تهدمنيش، ما تهدمش البيت اللي تربيت فيه. أنا أمك، وده برضو الراجل اللي رباك وتعب معاك. قلت إيه؟ برضو مش عايز تهتم معايا. لا، حتى بعد الكلام اللي سمعته. لا، كتر خيرك، ربنا يسامحك ويسامحك. رفض يرجع معايا، اتحرمت من ولادي الاتنين، مش هيرجعوا لي تاني. محمود، زمان غفرت لك غلطات كتيرة عملتها في حقي، دلوقتي عايزك انت تسامحني. أسامحك في إيه؟ سوير